الدنيا خربانه يعني، طبعا الشعب بيضحكوا علينا 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 علينا. العداد بايظ وبدفع فلوس. في برضه بعض الاشياء طبعا، في برضه المفروض يبقى في اهتمام قوي الشوارع هنا عندنا كانوا عاصفه او يعني هم كان عملوا حاجات وبعض الحاجات ما كملوهاش، فطبعا كمنطقه يعني مش حاسين بيها يعني ان احنا كمنطقه شعبيه المفروض يرعوها برضه. مفيش حد سائل فينا في اي حاجه، لا مجاري ولا كهرباء ولا ميه، الميه ما بتجيش هنا اساسا، احنا بننزل نجيب ميه من تحت، الحريم بتاعنا بنشيل الجرادل من تحت وبتنزل تشيل ميه من تحت. الكهرباء طبعا انتوا عارفين الكهرباء بتقطع كل شويه. والمجاري مفيش حد بيسأل بصراحة. احنا تعبنا من المية دي بصراحة ربنا، مش عارفين كل يوم من الفجر لغاية الصبح، لما هنا بلاش يوم واثنين وثلاثة ونشيل على دماغنا، الواحد عندي ست غضاريف، ما كناش هنشيل كيلو حاجة في ايدي، بشيل على دماغي من آخر الدنيا، وأربع مواتير في البيت مش جايبين مية، مش عارفين نعمل إيه بصراحة. شايفين أصحاب عيال وشايفين خمسة. مشاكل الدنيا خربانه، مفيش فلوس في الدوله، ومعناش فلوس مش لاقيين ناكل زي ما انت مش شايف كده. انت شغال ايه؟ انا شغال قهوجي. محتاجين دعم، عايزين دعم، هنا الناس بيسكتوا من جوه. والله مش مفيش نقديه في البلد. طب بالنسبه مشكلة كل شويه النور بيقطع، وساعتك احنا الناس اغلبها الثلاجات كلها باظت بتاعت الناس اللي هنا، الحاجات الكهربائيه النور يجي جديد تروح مطير الكهرباء كلها. وبالنسبه للوساخ زي ما انت شايف كده، الوساخ كل شويه يجي يعبوا عربيتين ويمشي، مفيش اي حاجه خالص يعني، ما بيجوش لغايه الاخر. بس